معرفة الله غاية المعارف لا شك، وكل المعارف سوى هذه المعرفة مطلوبة لها، مرادة لها، موصلة إليها، هذا إذا كان علما نافعا، وإلا فهو علم ضار. العلم النافع هو العلم الموصل إلى هذا العلم، العلم بالله سبحانه وتعالى، وثواب هذا أعظم الثواب. ألم نسمع قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدة، من أحصاها دخل الجنة. إحصاؤها معرفتها وحفظها والتأمل والتدبر لمعانيها والتعبد لله سبحانه وتعالى بما تدل عليه وتقتضيه من العبودية لله جل وعلا بحسب هذه الأسماء وما دلت عليه من المعاني. فكل اسم لله عز وجل له عبودية تخصه، فالتعبد لله سبحانه وتعالى من خلال اسمه الرحيم الرحمن يختلف عن التعبد لله عز وجل باسمه العزيز أو اسمه الغفور إلى